حنا اليوم كنضروا من هاد الفيضانات اللي دازوا هنايا وكنطلبوا من السلطات المحليه يطلعوا علينا. واش كيما شتي راه الجامع هو راه عامر بالغيس وعامر بالماء وما كاينش اللي يقوي وما كاينش السلطات وما كاينش اللي يطلع هنايا. يعني كنطلبوا من السلطات المحليه يجيو يطلعوا علينا هنايا وكنطلبوا من الناس اللي في القيادات العليا يجيو يطلعوا على الناس. راه كيعاني وراه ما كاين لا ماء ما كاين لا ضوء ما كاين حتى حاجه. وما طلطا واحد من هنايا ما جا حتى واحد لهنايا. هاد الجامع ما تهدمش ولكن تضرب بزاف، تضرب من التحت ما تضرش من الفوق، ما تهدمش تضرب من التحت من الساس. يعني داكشي اللي نعم الضرر صار انت كتشوف الضرر. يعني ما كانش مازال فين تصلي ما كان فين دير حتى حاجه ما كاين والو، كلشي القران داه الواد، كلشي داه الواد، انت كتشوف البرانش كلشي داه الواد. يعني كامل هادشي كامل متضرر، ما كانش مازال حتى شي حاجه هنايا اللي باقا صحيحه هنايا. شنو اللي خاص دابا دير؟ يعني خاص السلطات المعنيه يجيو يطلعوا على الناس هنايا. يعني راه الطريق واقفه، الضو ما كاينش، يعني الناس متضررين بزاف هنايا. الماء ايه الماء ما كاينش، الضو ما كاينش، يعني بزاف د الحوايج راه مشاو هنايا. تاثر بزاف بالفيضانات ديالهم ديال الماء. راه كما كتشوفوا راه الجامع كي داير من الداخل، مصاحف من الفراش من الصوتيات، وحتى الدار ديال الفقيه راه ما تسلمتش من الفيضانات. كاع الديور اللي في جنب راه ما تسلموش، ومن سميتو البهام ديال الفقيه مشاو ديال واحد السيد هذا نتلي هضر دابا حتى هو مشاو ليه البهام، مشات ليه الدار. وكما كتشوفوا راه هذا الواد هذا ما هاد الدوار كامل راه مقطع، لا هاد لا هاد الجهه ولا الجهه الاخرى راه تقطع عليهم الماء. الناس اللي تيجيبوا لنا من على برا وحتى الضو، حتى الضو من الضو بعض الديور راه مشى عليهم الضو. راه دابا الناس كيمشيو يجيبوا الماء من اللي عندهم البيار ولا كما كتشوفوا بسبب الفيضانات الاخرى غمر الفيضان غمرات المسجد وكذلك بيت الامام حتى هو. كما كتشوفوا راه وصل الماء تقريبا للمترو، ومن اللي تراجع الماء راه كتشوفوا الطين وداك الشيء وحال صافي راه عمر هادشي. يعني كامل الفراش توسخ حيت ما لقيناش صافي، ما عطيناش لواد الوقت باش نخرجوا هادشي، وهادشي كامل توسخ كما كتشوف الفراش كامل خسر. يعني ضروري يتصل عاوتاني هادشي. يعني كنطلبوا الجامع تكرفس بزاف؟ تكرفس بزاف حتى هو. يعني كنطلبوا السلطات المختصة أو المختصة بالمساجد وكذلك حتى السيد العام باش يشوفوا المسجد باش يتنقاو، كذلك المنازل اللي تضررت ويشوفوا حل لهذا الشيء باش ترجع الحياة كما كانت كما عهدنا إن شاء الله. وشكرا.